اوروبا، لان اوروبا لما بتحصل بتحصل بشكل علمي، لكن في مصر الاجازات دي ما حصلتش مثلا من اخر 15 سنه. وما تنساش ان انت بتتكلم من 2005. استنى بس، لا في نقطه مهمه، هي الاجازه، هي اجازه. احنا كلنا قاعدين في البيت، بس قاعدين بقلق، قاعدين بقلق شديد. مظبوط. لان اللعيبه دول بني ادمين في الاخر. مظبوط. واكيد عندهم اقارب وعندهم اولاد وعندهم اهاليهم ومحيطهم. لو سمعوا اي اخبار سلبيه بيتاثروا بيها نفسيا. الرياضي اكتر واحد في الدنيا بيتاثر نفسي. في واحد كده يجي لك التمرين، يلا اجري لف تراك، تلاقيه بيلف كده مالك في ايه؟ لا اصلا عندي مشكله في البيت. ميسي نفسه لما كان عنده مشكله والده بتاعت الضرايب، وان والده هيتحبس بسبب الضرايب في اسبانيا، وهذا الامر كان واضح جدا 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 تاثير القضيه دي على ادائه. هو لعيب محترف واكتر افضل لاعب في التاريخ، لكن بني ادم. والده لما المشكله اتحلت شفنا ميسي الموسم اللي وراه حاجه تانية خالص. فانت بتتكلم برضو ان الظرف الحالي في امور معنويه انت مش عارفها. اللعيبه مش تمسك التليفون كل يوم تكلمك تقول لك والله خلي بالك انا النهارده كنت متضايق قوي قوي قوي، لا والله النهارده كنت فرحان. ما حدش يعمل ده. الظروف اللي احنا بنمر بيها، وفي لعيب لما بيمر بظرف صعب بيسكت، يعني دايما الظروف الصعبه بتيجي بسكوت، انا مش عايز اكلم حد. فانت مش متابع معاهم زي التمرين. انت في التمرين لما بيجي لك كل يوم هتكشفه، هتفهم ده ما عندوش، لكن انت دلوقتي مش مطلع عليهم. صح. فمهم قوي قوي ان التمرينات والبرامج تتحط دلوقتي، واللعيبه فعلا تبقى واخده بالها وتتحط باسلوب بسيط عشان تتماشى مع الظرف الحالي. طيب هختم معاك بسؤال اخير، بس سؤال ظريف. لان تصريح من اسطوره ونجم كبير في كره القدم العالميه، بيليه النجم البرازيلي، قال ان البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب اليوفي افضل لاعب في العالم وضمن قائمه الاعظم في التاريخ. طبعا كريستيانو رونالدو بيتكلم على نجم برتغالي، لكن بيليه البرازيلي بيشيد ان ده افضل لعيب في العالم، وقال اعتقد انه الافضل لانه الاكثر ثباتا من حيث المستوى، ولكن لا يمكننا نسيان ليونيل ميسي لكنه ليس مهاجما. نعم. في تاريخ كره القدم قال الاسطوره البرازيليه بيليه انها سؤال يصعب الاجابه عنه، لكن لا يمكننا نسيان زيكو، رونالدينيو، رونالدو، وفي اوروبا فرانز بيكنباور، يوهان كرويف، لكن اعتقد ان بيليه افضل منهم جميعا. بص طبعا بيليه واحد من اللعيبه اللي قدروا فعلا يتطوروا بعد يعني ما سابوا الملعب، ووصل لمناصب اداريه كبيره جدا. بسبب ايه؟ بسبب هو متعلم بشكل كويس جدا ومتحدث ويعني ولابق جدا ومنضبط وكل شيء. لو السؤال كان اتسال لمارادونا، ايوه، كنت سمعت اجابات مختلفة تماما. خناقات تماما. عمر مارادونا ما كان هيستشهد بأي حد، حتى مارادونا لما اتسأل على ميسي قال لا ميسي يعني ما يتقارنش بيا. هو بيليه كمان لم ينبه في تصريحه لمارادونا أصلا، في مشكلة بينهم. يعني هو ده ولا بيتكلم عندك كويس ولا بيتكلم عندك كويس يعني برضه. وبصراحة من مارادونا يعني مارادونا ما اتكلمش كتير يعني كتير قوي أساء لبيليه. لكن أنا أتفق مع بيليه في إيه؟ إن رونالدو هو في وجهة نظري أعظم رياضي أنا شفته. رياضي تمام، مش لعيب كوره. اعظم في وجهه نظري انا، اعظم حتى بصراحه اكتر من بوليت. يعني بوليت اللي احنا طبعا بنتكلم طبعا على الاعداء الكبير الجامايكي، بوليت يوم ما راح عايز يتعلم يزود سرعته اجزاء من الثانيه، راح لرونالدو وخد منه الترينر بتاعه. تمام. وحتى نشوف اللي بيحبوا بوليت بيحبوا العاب القوه، بوليت كان دايما فعلا قبل ما يقعد مع رونالدو او يبقى محتك بيه ما كانش بيجري بايده بنفس القوه. يعني برضو واحده من احلى الحاجات فعلا المدرب بتاع رونالدو علمها له، ونشوفها في الفرق ما بين جريته في مانشستر يونايتد وجريته في ريال مدريد، استخدامه لايده. ايده رونالدو جسمه بنيانه في ريال مدريد كان حاجه تانية. واحده من اهم الحاجات اللي تم تقويتها عنده الايدين. ليه بقى؟ شوف رونالدو كده كان يفتح الاسبرنت من منطقه جزاء ريال مدريد لمنطقه جزاء المنافس، ايده هي اللي شغاله، عارف زي القارب. أيوة. الجدافات هو بيجري بايده اكتر ما بيجري بجسمه او رجله. فواحده من النقط المهمه جدا اللي انا بشوفها دايما في رونالدو، فعلا اتفق مع بيليه، اعظم رياضي مهتم جدا بنفسه. الراجل اهو يحط كل النهارده صوره، انا بتدرب، جايب اخواته وجايب ولاده وقاعد عمال حاططهم في الجيم معاه بيتدربوا. اعتقد ناني لما قال او سميدو
باك اليمين لبرشلونه لما قال لك ان رونالدو راجعين مع بالفريق وخلصنا مع المنتخب، فهو عزمني فقلت بس هروح بقى بيت رونالدو نلعب بلاي ستيشن وانا بصور نفسي بقى وحاجه لطيفه. قال له انت هتعمل ايه جيم بلاي ستيشن مين يا عم، يلا داخلين نتمرن. فانت هنا بتتكلم على عقليه فعلا روبوت يعني اله فعلا بتتحرك حقيقي. وبالتالي انا في وجهه نظر رونالدو هو اعظم رياضي في التاريخ انا شفته، ولكن يبقى ميسي هو اعظم لاعب كوره في وجهه نظري جه في التاريخ. ومن وجهه نظر بيليه كل دول ولا حاجه جنبه، وبيليه هو الاسطوره بالظبط. كريم انا بشكرك ودايما موفق، وحلقاتك بيبقى فيها دايما كده معلومات ظريفه واطلاله مميزه بجد مع كل المشاهدين. ميرسي جدا جدا محمد ليك، شكرا جزيلا، شكرا لكل مشاهدي قناه الاهلي، وان شاء الله ان شاء الله عن قريب باذن الله الغمه دي.